انا هسه التعويض مالي 18/12/2018 لحد الان ما جاء. 2019 استلم، 2020 استلم، واحنا لسه ما استلمنا كل شيء. وين الفايلات مالنا؟ وين صاروا؟ ما حد يعرف. نريد النتيجه. يعني تقدموا من 2018؟ طلع القرار مالي 2018، طلع القرار وطلع المبلغ 18/12/2018 استلمناها من الدائره مال المنصور مال التعويضات، ولي حد الان ما بين كل شيء. كل ما تطلع اسماء نلحق عليها ما موجود. كم سنه ظليت تطلب معاملة؟ فوق السنه على ما كملتها. من 2017 بدأت فيها؟ نعم، من تحررنا بدينا بيها، ولي حد الان ما بين كل شيء. هي بيت واثاث. والله عمرته ورجعت عليه نفس البيت. طبعاً ناتكم من 5 سنين احنا نتابع المعامله. اهلكنا ايه. هو على بالمنصور مال التعويضات اللي بعثناها على المحافظه. اجي على المحافظه ما يتحاكم بالمحافظه، يقول لي يابا الصندوق على ما يطلع اسمك من الانترنت. هاي قبل 15 يوم طلع اسمي بالانترنت، انا على بالي يعني نروح نستلم. قالوا لا عم انتظر مرت الاخ يطلع عزمك بالانترنت. والى متى بقى؟ الى متى؟ اللي وانا ب 2019 2020 استلموا، لازم واسطه، لازم واسطه، نحن والله واسطنا رب العالمين. فناشد الاخ المحافظ بالاصلاع بالتعويضات، ونريد عداله بالتعويضات، يعني عداله. ما يصير اللي وراك سنتين يستلم وانت ما تستلم، الله ما يقبل.